لك قبل الفاصل اول مكافاه لعمرو الحلواني كانت كام؟ كانت 50 جنيه 50 جنيه 50 جنيه قطع ناشئين وكانت رقم يعني كان برضو زمان بصراحه يعني كان النادي الاهلي كان بيهتم بالناشئين بطريقه غير طبيعيه يا كابتن اسامه. كان احسن لبس بناخده، احسن اكل بناكله، المدارس بتاعتنا كانت بتبقى على اعلى مستوى. لا بحس ان انت لعيب مميز، انت مش في اي نادي وخلاص، انت في نادي كبير قوي في نادي بتتعلم الاساسيات صح يعني. فلا فكان 50 جنيه على فكره كابتن رقم. كان رقم كبير جدا يعني، كنت باخد الرقم مش عارف اعمل بيه ايه. 50 جنيه كتير قوي يعني. طب ولنا الصوره دي بقى. الصوره دي دي كنا واخدين بطوله مع كابتن زيزو، كان عندنا 19 سنه. كنا واخدين بطوله، كان النادي الاهلي عاملها، كابتن زيزو كان عاملها النادي الاهلي. كان فيها اهلي وزمالك واسماعيلي والصيد. دي كانت بطوله كنا واخدينها، كانت معموله في النادي الاهلي مدينه نصر. وكنا احنا خدنا الرقم المركز الاول طبعا. فكابتن زيزو كان هو المدير الفني، كان معنا بقى احمد شديد وحاتم ومحمد محمود ومنضو حجازي وهيثم واسلام ومحمد السيد. شديد ناوي كان من جيلكم برضه. كان بيجي لنا احمد شديد، جالنا وهو عنده 18 سنه، جالنا من المنيا. فاحنا اللي استقبلناه يعني، وعدلة جلال واحمد جلال برضه كان بيلعب فريق اول معانا ما طلع، وانا رقم 23 وكابتن زيزو وكابتن محمد ابو العيله وكابتن احمد فوزي الاداري. ما شاء الله فاكر كل الاسماء. طبعا 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 طبعا.